السلام عليكم. اليوم نروحوا للمدينه تاع البليده لنقف على الاشغال نتاع الاخضرار والتخضير الفيرديسمون تاع الفضاءات العموميه المتواجده في مدينه البليده وفي اطراف المدينه. وحبينا احنا نشوف حدائق كبيره، حدائق جديده، حدائق واسعه وفيها اشغال نتاع التزيين تاع ازهار واشجار وكراسي وإضاءة عمومية. حبينا نشوفوا هذه المشاريع نتاع الحدائق، مش غير التزيين نتاع المفترق الطرق وبعض الفضاءات الصغيرة، لازم تكون فيه عامل كبير نتاع صيانة الفضاءات وخلق الفضاءات العمومية والمساحات الخضراء في كل المدن نتاع الجزائر. المهم انه هذه نستحسنه ونثمنه، لكن مزيد نطالب بالمزيد من الفضاءات الخضراء والتشجير. نترككم اذا في رعاية الله وحده، والسلام عليكم.